أعزائي الطلاب الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس. درسنا لهذا اليوم للصف الأول ثانوي الفصل الدراسي الثاني مادة الكيمياء. موضوع الدرس لهذا اليوم الصيغة الجزيئية، وسيقدمه محدثكم الأستاذ علي رضوان. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. سنتعلم اليوم بإذن الله تعالى أولا تفسير المقصود بالتركيب النسبي المئوي، ثانيا تحدد الصيغة الجزيئية للمركبات من خلال التركيب النسبي المئوي. لنبدأ على بركة من الله. الصيغة الأولية والصيغة الجزيئية للجلوكوز، إذا نلاحظ لدينا هنا سكر الجلوكوز، والصيغة التي على اليسار هي عبارة عن صيغة جزيئية، والصيغة التي على اليمين هي عبارة عن صيغة أولية. إذا نلاحظ دائما أن الصيغة الجزيئية هي أكبر من الصيغة الأولية، سوف نوضح ذلك في درسنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى. الصيغة الجزيئية تعريفها هي عبارة عن الصيغة التي تعطي العدد الفعلي للذرات من كل عنصر في جزيء واحد من المادة. إذا تعريف الصيغة الجزيئية هي عبارة عن الصيغة التي تعطي العدد الفعلي للذرات في كل عنصر من جزيء واحد من المادة، كما نلاحظ لدينا هنا سكر الجلوكوز. إذا نلاحظ أن عدد ذرات الكربون هنا 6 ذرات، والهيدروجين 12 ذرة، والأكسجين هو عبارة عن 6 ذرات. إذا الصيغة الجزيئية صيغة تعطي العدد الفعلي للذرات الداخلة في تكوين هذا المركب. إذا ملحوظة هنالك مركبات لها نفس الصيغة الأولية ولكنها تختلف في خواصها الكيميائية، وذلك لأن الصيغة الأولية لا تعطي العدد الفعلي للذرات في المركب. إذا الصيغة الأولية لا تعطي العدد الفعلي للذرات في المركب، ولكن الصيغة الجزيئية هي تعطينا العدد الفعلي كما يتضح لدينا هنا في هذا المثال. إذا يتضح لدينا هنا أن الكربون 6 ذرات، والهيدروجين 12 ذرة، والأكسجين 6 ذرات، وهذه المعلومات نستطيع إيجادها فقط من خلال الصيغة الجزيئية. أما الصيغة الأولية فهي لا تعطي تفصيلا وتوضيحا للذرات الداخلة في تكوين المركب. الصيغة الجزيئية، لحساب الصيغة الجزيئية أو طريقة حساب الصيغة الجزيئية، نقوم بتحديد الصيغة الجزيئية. يجب علينا تحديد الكتلة المولية للمركب من خلال التجارب العملية، وتسمى بالكتلة المولية التجريبية ومقارنتها بالكتلة المولية للصيغة الأولية. إذن يتم أولا تحديد الكتلة المولية للمركب من خلال التجارب العملية، وتسمى بالكتلة المولية التجريبية. إذن يتوجب علينا أن نوجد أولا الكتلة المولية التجريبية، ثم نقارنها بماذا؟ نقارنها بالكتلة المولية للصيغة الأولية للمركب. إذن لدينا هنا نموذج الأستيلين الذي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ذرتان كربون وذرتان هيدروجين كما نلاحظ، وصيغته الكيميائية هي عبارة عن C2H2. إذا نلاحظ عدد مرات التكرار يساوي ماذا؟ يساوي الكتلة المولية التجريبية على كتلة الصيغة الأولية. إذا الكتلة المولية للأستيلين على كتلة الصيغة الأولية. إذا الصيغة الأولية لهذا المركب هي عبارة عن CH، كتلة الصيغة الأولية. ليكون لدينا 26.04 جرام لكل مول على 13.02 جرام لكل مول، ليكون لدينا الناتج 2. إذا عدد مرات التكرار 2. إذا نقوم بضرب حاصل القسمة في عدد ذرات كل عنصر في الصيغة الأولية، يكون لدينا ماذا؟ يكون لدينا الصيغة الجزيئية. إذا الصيغة الأولية هي عبارة عن CH. إذا ضرب 2 ليكون لدينا الكربون ذرتان والهيدروجين ذرتان كما نلاحظ لدينا هنا. إذا هذه هي الصيغة الجزيئية، هذه هي الصيغة الجزيئية C2H2. إذا عدد مرات التكرار الكتلة المولية التجريبية أو الكتلة المولية للأستيلين على كتلة الصيغة الأولية، يكون لدينا هنا 26.04 جرام لكل مول على الكتلة المولية للصيغة الأولية وهي 13.02 جرام لكل مول، ليكون لدينا الناتج 2. وهنا هو عبارة عن عدد مرات التكرار. إذا عدد مرات التكرار نقوم بضربه في ماذا؟ نقوم بضربه في
الصيغة الأولية التي هي عبارة عن CH يكون لدينا هنا الكربون ذرتان والهيدروجين ذرتان، وهذه هي عبارة عن الصيغة الجزيئية. تدريب رقم 1، الصيغة التي تعطي العدد الفعلي للذرات من كل عنصر في جزيء واحد من المادة، هل هي الصيغة الأولية أم هي الصيغة الجزيئية أم هي الكتلة المولية؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة هي الصيغة عبارة عن الصيغة التي تعطي العدد الفعلي للذرات من كل عنصر في جزيء واحد من المادة. مثال: حدد الصيغة الجزيئية لمركب البنزين. إذا علمت أن الكتلة المولية التجريبية للبنزين يساوي 78.12 جرام لكل مول، وصيغته الأولية هي عبارة عن CH، إذن المطلوب في هذا السؤال هو أن نوجد الصيغة الجزيئية لمركب البنزين. إذن القانون المتبع لإيجاد الصيغة الجزيئية هو كالتالي: عدد مرات التكرار، عدد مرات التكرار يساوي ماذا؟ يساوي الكتلة المولية التجريبية، يساوي الكتلة المولية التجريبية، الكتلة المولية التجريبية. على ماذا؟ على كتلة الصيغة الأولية، الكتلة المولية للصيغة الأولية، الكتلة المولية للصيغة الأولية. إذن لإيجاد عدد مرات التكرار نتبع القانون التالي: عدد مرات التكرار يساوي الكتلة المولية التجريبية على كتلة الصيغة الأولية، كتلة المولية التجريبية على الكتلة المولية للصيغة الأولية. إذن يساوي لدينا، نعوض الآن بالمعطيات، إذن نلاحظ أن الكتلة المولية التجريبية مقدارها ماذا؟ مقدارها 78، وهي قيمة معطى في السؤال، فاصل 12. وكتلة الصيغة الأولية، إذن نحن نعلم أن الكربون الكتلة الذرية له 12، والكتلة الذرية للهيدروجين هي عبارة عن 1 وحدة كتلة ذرية، إذن مجموعهما يكون الناتج هنا لدينا 13. الناتج لدينا هنا 13 ويساوي ماذا؟ يكون لدينا الناتج هنا 6. إذن عدد مرات التكرار هي عبارة عن 6 مرات. إذن يكون لدينا، إذن الصيغة الجزيئية تساوي ماذا؟ تساوي 6 ضرب CH، 6 ضرب الصيغة الأولية. ليكون لدينا الصيغة الجزيئية هي عبارة عن C6H6. إذن كما نلاحظ من عدد مرات التكرار استطعنا أن نوجد الصيغة الجزيئية. إذن عدد مرات التكرار الصيغة المولية التجريبية على الكتلة المولية، إذن عدد مرات التكرار الكتلة المولية التجريبية على الكتلة المولية للصيغة الأولية، والكتلة المولية التجريبية قيمة معطى في السؤال مقدارها 78.12 على الكتلة المولية للصيغة الأولية ومقدارها 13. يكون لدينا الناتج هنا 6 مرات. إذن عدد مرات التكرار هي عبارة عن 6 مرات. إذن الصيغة الجزيئية 6 ضرب الصيغة الأولية، ليكون لدينا الناتج C6H6. ننتقل للحل النموذجي لهذا السؤال. إذن عدد مرات التكرار يساوي الكتلة المولية للبنزين التي هي عبارة عن الكتلة المولية التجريبية على الكتلة الصيغة الأولية، على الكتلة المولية للصيغة الأولية. إذن 78.12 جرام لكل مول على 13.02 جرام لكل مول، ليكون لدينا الناتج هو عبارة عن 6 مرات. إذن عدد مرات التكرار هي عبارة عن 6 مرات. إذن نقوم بضرب حاصل القسمة في عدد ذرات كل عنصر في الصيغة الأولية، ليكون لدينا الصيغة الجزيئية هي عبارة عن C6H6. إذن بهذا الشكل: 6 مرات ضرب الصيغة الأولية التي هي عبارة عن CH، ليكون لدينا الناتج هو عبارة عن C6H6. إذن هذه هي الصيغة الجزيئية لماذا؟ لمركب البنزين. التدريب الثاني: حدد الصيغة الأولية والجزيئية
لمركب يحتوي على 6 جرام كربون وواحد جرام هيدروجين، علما بأن الكتلة الذرية للهيدروجين هي عبارة عن واحد وحدة كتلة ذرية، وللكربون هي عبارة عن 12 وحدة كتلة ذرية. والكتلة المولية هي عبارة عن 42 جرام لكل مول. إذن المطلوب في هذا السؤال هو إيجاد الصيغة الأولية والصيغة الجزيئية. إذن ننتقل للحل النموذجي لهذا السؤال. أولا نقوم بإيجاد الصيغة الأولية. إذن العناصر الداخلة في تكوين هذا المركب هي عبارة عن عنصر الكربون وعنصر الهيدروجين. إذن أولا نقوم بإيجاد الكتلة بالجرام. إذن الكتلة بالجرام للكربون مقدارها 6 جرام معطى في السؤال، والكتلة بالجرام للهيدروجين هي عبارة عن 1 جرام. الخطوة التالية بعد ذلك نقوم بإيجاد الكتلة المولية. أيضا الكتلة المولية قيمة معطى في السؤال. إذا الكتلة المولية للكربون هي عبارة عن 12، والكتلة المولية للهيدروجين هي عبارة عن 1 وحدة كتلة ذرية. الخطوة التالية بعد ذلك نقوم بإيجاد عدد المولات، وذلك من خلال القانون التالي: عدد المولات يساوي الكتلة بالجرام على الكتلة المولية. إذن لنقوم أولا بإيجاد عدد المولات لعنصر الكربون. إذن عدد مولات الكربون يساوي الكتلة بالجرام له ومقدارها 6 جرام على الكتلة المولية ومقدارها 12، يكون لدينا عدد مولات الناتج هو عبارة عن نصف، والوحدة هي مول، لأن المطلوب هو إيجاد عدد المولات. ننتقل للعنصر التالي الذي هو عبارة عن عنصر الهيدروجين. إذن عدد المولات له يساوي الكتلة بالجرام له مقدارها 1 على الكتلة المولية له ومقدارها 1، أيضا ليكون لدي الناتج هو عبارة عن 1 مول. الخطوة التالية بعد ذلك هي القسمة على الناتج الأصغر. إذا الناتج الأقل هو عدد مولات الكربون. إذا نصف تقسيم نصف ليكون لدينا الناتج هو عبارة عن 1. وننتقل لعنصر الهيدروجين، 1 تقسيم نصف ليكون لدينا الناتج 2. إذا الخطوة التالية بعد ذلك نستنتج الصيغة الأولية. إذا نقوم باستنتاج الصيغة الأولية. إذا نلاحظ أن عدد ذرات الكربون ذرة واحدة والهيدروجين ذرتان. إذا الصيغة الأولية هي عبارة عن CH2، ذرة كربون واحدة وذرتان هيدروجين. الخطوة التالية بعد ذلك نقوم بإيجاد الصيغة الجزيئية. إذا نلاحظ الكتلة، إذا نلاحظ كتلة الصيغة الأولية هي عبارة عن CH2. كتلة الصيغة الأولية التي تم إيجادها في الخطوة السابقة هي عبارة عن CH2. إذن 12 زائد 1 ضرب 2، نلاحظ أن الكربون هنا ذرة واحدة، الكربون، وهنا الهيدروجين الذي هو عبارة عن الكتلة الذرية له 1 وحدة كتلة ذرية، وهنا ذرتان في هذه الصيغة كما نلاحظ هنا. إذن 1 ضرب 2 يكون لدينا الكتلة المولية لهذا المركب مقدارها 14، يكون مقدارها 14 جرام لكل مول. إذا أوجدنا الكتلة المولية للصيغة الأولية التي هي عبارة عن CH2. الخطوة التالية بعد ذلك نقوم بإيجاد عدد مرات التكرار. إذا عدد مرات التكرار يساوي ماذا؟ يساوي الكتلة المولية التجريبية أو الكتلة الجزيئية على كتلة الصيغة الأولية، إذا عدد مرات التكرار يساوي 42، الكتلة المولية قيمة معطى في السؤال، على الكتلة المولية للصيغة الأولية ومقدارها 14، ليكون لدي الناتج هو عبارة عن 3. إذا عدد مرات التكرار هي 3 مرات. الخطوة التالية بعد ذلك نقوم بإيجاد الصيغة الجزيئية، وذلك من خلال ضرب عدد مرات التكرار في الصيغة الأولية. إذا 3 ضرب الصيغة الأولية ليكون لدينا الصيغة الجزيئية هي عبارة عن C3H6. إذا استطعنا في هذا السؤال أن نحدد الصيغة الأولية أولا، ثم حددنا الصيغة الجزيئية بعد ذلك. وصلنا إلى التقويم. السؤال الأول: الصيغة الجزيئية لا تختلف عن الصيغة الأولية، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة هي أن هذه العبارة خاطئة. لماذا؟ لأن الصيغة الجزيئية تختلف عن الصيغة الأولية. فالصيغة الجزيئية
هي الصيغة التي تعطي العدد الفعلي للذرات من كل عنصر في جزيء واحد من المادة. أما الصيغة الأولية فهي الصيغة التي تبين أصغر أو أبسط نسبة عددية صحيحة لمولات العناصر في المركب. سؤال تالي: ما الصيغة الأولية لمركب مكون من ذرتان كربون وأربع ذرات هيدروجين وذرتان أكسجين؟ هل الإجابة الفقرة الأولى التي هي عبارة عن C2H4O2، أم الفقرة الثانية التي هي عبارة عن CH2O، أم الفقرة الأخيرة التي هي عبارة عن CH4O؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ إذا نلاحظ المطلوب في السؤال إيجاد الصيغة الأولية لمركب مكون من ماذا؟ مكون من ذرتان من الكربون وأربع ذرات من ماذا؟ من الهيدروجين وذرتان من الأكسجين. إذا هذه هي عبارة عن الصيغة الجزيئية التي تعطي ماذا؟ التي تعطي العدد الفعلي للذرات كل عنصر من جزيء واحد من المادة. إذا نريد أن نوجد الصيغة الأولية لهذا المركب، والصيغة الأولية هي الصيغة التي تبين أصغر أو أبسط نسبة عددية صحيحة لمولات العناصر في المركب. إذا أبسط نسبة عددية هي كالتالي: الكربون يكون ذرة واحدة، والهيدروجين يكون ذرتان، والأكسجين يكون ذرة واحدة. كأننا قسمنا على كم؟ كأننا قسمنا هنا على 2. يكون لدينا هنا الصيغة الأولية بهذه الصورة. إذا الإجابة هي الفقرة الثانية، الإجابة الصحيحة هي الفقرة الثانية CH2O. سؤال تالي: الصيغة الأولية والجزيئية لمركب يحتوي على 48.68% من النيتروجين، ويحتوي أيضا على 53.32% أكسجين، علما بأن الكتلة الذرية للهيدروجين هي عبارة عن 1 وحدة كتلة ذرية، وللكربون هي عبارة عن 12 وحدة كتلة ذرية. فإذا وجد أن الكتلة الجزيئية للمركب هي عبارة عن 60 جرام لكل مول، فما هي الصيغة الأولية؟ إذا المطلوب هو أن نحدد الصيغة الأولية والصيغة الجزيئية. هل الإجابة الفقرة الأولى التي هي عبارة عن NO والصيغة الجزيئية N2O3، أم الفقرة الثانية التي هي عبارة عن NO والصيغة الجزيئية هي عبارة عن N2O2، أم الفقرة الأخيرة التي هي عبارة عن NO والصيغة الجزيئية هي عبارة عن N3O6؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ هل هي الفقرة الأولى، أم الفقرة الثانية، أم الفقرة الثالثة؟ إذن ننتقل للحل النموذجي لإيجاد الصيغة الأولية والصيغة الجزيئية لهذا المركب. إذن أولا نقوم بإيجاد الصيغة الأولية. إذن العناصر الداخلة في تكوين هذا المركب هي عبارة عن عنصر النيتروجين وعنصر الأكسجين. إذن الخطوة الأولى نقوم بإيجاد الكتلة بالجرام، وذلك عن طريق تحويل النسب المئوية إلى كتل بالجرام. إذن الكتلة بالجرام للنيتروجين مقدارها 48.68 جرام. إذن تم تحويل الوحدة فقط من مئوية إلى كتلة بالجرام. والكتلة بالجرام للأكسجين مقدارها 53.32 جرام. الخطوة التالية بعد ذلك نقوم بإيجاد الكتلة المولية، وذلك قيمة معطى في السؤال. إذا الكتلة المولية للنيتروجين مقدارها 14 جرام لكل مول، والكتلة المولية للأكسجين مقدارها 16 جرام لكل مول، مقدارها 16 جرام لكل مول. الخطوة التالية بعد ذلك نوجد عدد المولات، وذلك من خلال القانون التالي: عدد المولات يساوي الكتلة بالجرام على الكتلة المولية. إذا نقوم بإيجاد عدد المولات لعنصر النيتروجين. إذا الكتلة بالجرام له مقدارها 48.68 تقسيم الكتلة المولية له ومقدارها 14، ليكون لدينا الناتج 3.477 والوحدة هي مول، لأن المطلوب هو إيجاد عدد المولات. ننتقل للعنصر الآخر لإيجاد عدد المولات له، الذي هو عبارة عن عنصر الأكسجين. إذا الكتلة بالجرام له مقدارها 53.32 تقسيم الكتلة المولية له ومقدارها 16، ليكون لدينا الناتج هو عبارة عن 3.314 والوحدة هي مول أيضا.
الخطوة التالية بعد ذلك نقوم بالقسمة على الناتج الأصغر أو عدد المولات الأقل. إذا يتضح لدينا أن عدد مولات الأكسجين هو الناتج الأقل. إذا لنقوم بالقسمة على عدد مولات الأكسجين، إذا هنا يصبح لدينا 3,477 تقسيم 3,314 ليكون لدينا الناتج هنا. يكون لدينا الناتج هنا عبارة عن 1. أما بالنسبة للأكسجين ف3,314 تقسيم 3,314 ليكون لدينا الناتج 1 أيضا. إذا بعد ذلك نقوم باستنتاج الصيغة الأولية. إذا الصيغة الأولية لهذا المركب كما نلاحظ أن النيتروجين ذرة واحدة والأكسجين ذرة واحدة. إذا الصيغة الأولية هي عبارة عن NO. الصيغة الأولية NO، ذرة نيتروجين وذرة أكسجين. الخطوة التالية بعد ذلك نقوم بإيجاد الصيغة الجزيئية. إذا كتلة الصيغة الأولية التي هي عبارة عن NO، إذا نلاحظ أن النيتروجين ذرة واحدة والكتلة الذرية له 14 والأكسجين هو عبارة عن ذرة واحدة والكتلة الذرية له هي عبارة عن 16، إذا مجموعهما هو 30 جرام لكل مول. إذا استطعنا أن نوجد الكتلة المولية للصيغة الأولية، وذلك من خلال معرفة الكتلة الذرية للعناصر الداخلة في تكوين هذا المركب. الخطوة التالية بعد ذلك نوجد عدد التكرار، عدد مرات التكرار، وذلك من خلال القسمة، قسمة الكتلة المولية التجريبية أو الكتلة الجزيئية على كتلة الصيغة الأولية. إذا الكتلة التجريبية قيمة معطى في السؤال مقدارها 60 على كتلة الصيغة الأولية ومقدارها 30 وتم إيجادها هنا في هذه الخطوة السابقة، ليكون لدينا الناتج 2. إذا عدد مرات التكرار هي عبارة عن مرتان. الخطوة الأخيرة هي أن نوجد الصيغة الجزيئية، وذلك من خلال ضرب عدد مرات التكرار في الصيغة الأولية. إذا 2 ضرب NO ليكون لدينا الناتج N2O2. إذا النيتروجين ذرتان والأكسجين ذرتان، وهذه هي الصيغة الجزيئية. إذا استطعنا أن نوجد الصيغة الأولية والصيغة الجزيئية لهذا المركب. وصلنا إلى خلاصة الدرس. أخذنا في درسنا لهذا اليوم الصيغة الجزيئية، ثم أخذنا بعد ذلك تعريف الصيغة الجزيئية، وقلنا هي الصيغة التي تعطي العدد الفعلي للذرات في كل عنصر في جزيء واحد من المادة، وتعتبر الصيغة الجزيئية. وتعتبر الصيغة الجزيئية هي أدق وأكثر تفصيلا من الصيغة الأولية التي تبين أصغر نسبة عددية صحيحة لمولات العناصر في المركب. ثم أخذنا بعد ذلك التركيب النسبي المئوي. وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم. نتمنى لكم التوفيق والسداد، ونراكم في دروس قادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.